السلام عليكم، مرحبا بالناس اللي هم يشاهدوا فينا داخل الوطن وخارج الوطن. الناس اللي هم معنا نقول لكم مرحبا بكم في قناة شوبير الديزاد. مزراوي يعود إلى التدريبات الجماعية ويريح الركراكي قبل موقعة البرازيل والبيرو في 25 مارس و 28 مارس. هذا مزراوي بن شيخ أبوي، أو مزراوي بن شيخ، والله لا شيخ أبوي متالي كاع شيخ كبير وعاد يهدر صح بمعنى كلمة. لعاب ما عندك ما تهدر، لعاب خويا ولدي وراه يلعب به. النادي اللي يلعب به مين جا وراه يلعب، يعني باش لعاب تجيبه ديريكت يقلب المكانة تاعو ديريكت. شعلنا نهار اللي يلعب كونتر لا بلجيك، لعب كونتر كروات، كونتر لا كروات، لعب كونتر لا بلجيك، لعب كونتر اسبانيا. الشيطان هيا كبيرة، هيا كبيرة ركراكي ولا يخدم بيهم طيارات، طيارات طيارات. البوفالة مع 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 كيسموه مع الزياش يدخلوا ويخلوهم يفوتوا، يخلو الاخر تي جي بي تاعك ولا يفوت ولا غير ريح لي روتري يخدمو. وكي ولاو يخدمو مغاربة من يطلعو بيها كي ولاو يخدمو، راك يضرب تا يضربك يدخلوك في الكاجا في الكاري 18 يبانو بزاف. علاه؟ خاطش علاه سياس يدخل منا بوفالا منا ويخدمو لي روتري والاخرين يخدمو لي روتري، ولاو غابنين لادفيرسير ولاو يطلعو دو و تروا تي جي بي ولاو يخدمو تي جي بي بوي. نهضروا الحقيقة الرب العالية، أعطوني نتوما هذا بن سبعيني من بوركينا فاسو لليوم حسبوا له دار روتري، دار روتري في الكاسا عند في ليكيب ناسيونال، حسبوا له حسبوا له. أنا الحاسب، أنا ندير منا الناس كي تخدم والناس منا كي تخدم. بعد يكتب لك أنت في الفيسبوك يقول لك أحسن أحسن مدافع الجهة اليسرى، يا ودي أحسن مدافع أو احترموا راسي أو احترموا راسي. ولا يقول لك عطال أفضل أفضل مدافع على الجهة اليمنى، أو احترموا راسي. ما تحشموا ما تحشموا ما تقولوا يا ودي يا ودي بالك غادي يسمعونا بالك نورمال. تسيبوا كاتب يدلقان عطال أفضل مدافع على الجهة اليسرى على الجهة اليمنى. إيه نقول بالك هذا وبالك بالك راهم يشوف بالك. أنا تبانت لي بلي ما تفرجوش كاع، انا بالك بلي ما تفرجوا دروك انت تشوف بلي بن سبعيني النادي تاعو تحكم. انا لا بن سبعيني انا نهضر لي على ليكيب ناسيونال، ما تهضرليش على النادي تاعو. النادي تاعو شتو يتريبلي ماركي كوتيزو يقيس روحو 6 مترات في السماء تاع ليكيب ناسيونال، شتو يدي صفراوي عاير وين اخر كل شتو يقول لك قلبو زهرة السبع واعره. ردي تربع هذيك دير روحها روح تربع هذيك، ولا يقلبو لك راحو كيسموه عطال يتريب لي واحد ويدوها له، يتريب لي يدوها له من بعد القماقة. عطال يبهدل الدين الدفاع تاع 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 لادفيرسير، كيما نهار سليماني دار تيبو راموس بريس طرداتو قالو روح دار هذاك لو تيبو هذا اي اي ديك دار له تيبو. بصح تيبو هذاك اي تيبو بصح موراها شادرت والناس تيبو سليماني من سليماني تيبو ما يديرها تاريخ انجاز عظيم، انجاز عظيم غا يديرها انجاز عظيم تيبو. على بالك بلي هذاك مبابي كومركا البنت الرابع كو ذاك الجواب كرة الارجنتين كو عطاها لمبابي ومبابي ماركا. هل تدري يا صديقي العزيز بأن بابي كان غادي يكون نابليون تاع أوروبا جديد؟ على بالكم تاع العالم في كرة القدم كان رايح ماركي ربع أهداف ويدي أي على بالك بلي كان على بالك بلي كان غادي يولي هو تمك. على بالك بلي كان غادي هو يقول ماكرو خرج وخرج روح. على بالك بلي كان باقي يدير باباه رئيس تاع الدولة، كان قادر يدير أمه رئيسة تاع الدولة تاع فرنسا مبابي كوبالكا البنت الرابع. هذه جيتكم على مزراوي، ما سمع على مزراوي الناس كيفاش تخدم.
وين عرف التدريب الجماعي، وين عرف التدريب الجماعي للفريق بايرن ميونخ ليوم يوم الخميس عودة الدولي المغربي مزراوي بعد غياب دام 10 أسابيع، حيث لقي ترحيب حار من قبل زملائه وتعدده المرة الأولى والتي يتدرب فيها مزراوي جماعيا مع فريقه خلال سنة 2023 بعد معاناته من مضاعفات الفيروس كورونا خلال مشاركته مع المنتخب المغربي في نهائيات كأس العالم قطر 2022. ونشر الفريق بافاري مقطع فيديو لمزراوي من التدريبات عبر صفحته بموقع التواصل الاجتماعي معلق عليها أشياء تحب أن تراها، مرحبا بعودتك إلى التدريبات أيها الأسد أسد الأطلس. جدير بالذكر أن البايرن ميونخ مقبل على مواجهة قوية ضد يعني مطارديه مباشر يعني بروسيا دورتموند وبرلين على الصدارة، وين أفسي برلين يعني وين غادي تكون مباراة كبيرة يوم الأحد المقبل بالملعب أرينا، مباراة كبيرة نتفرجها. بصح ما غاديش بالك مزراوي باك ما يلعبش ولا ما يلعبش، المهم مباراة سوف تكون مباراة الكبار، مباراة لكسر العظام. انا ما نكذبش عليكم، ما عاجبني على بالك كاين السنغال وكاين في المنتخبات كاين السنغال كاين المغرب وكاين تونس، تونس هي تخدم قول تونس صايرة كل جنينة أي تحت الأرض تخدم أي تخدم غادي تدخل، عقلوا عليها مليح شنو نقول لكم، عقلوا على تونس، عقلوا مليح على تونس تعاود تولي. بصح المغرب والله مكة اللي غادي يلحقها لا في إفريقيا لا في لافريك لا في الخليج العربي ولا في أوروبا في المنتخبات، والله العظيم نقول لك كلمة، المغرب ما شاء الله ما شاء الله ما شاء الله 5 و5 عليهم يا خويا، الناس تخدم اخويا الناس تخدم، حنا كتلونا غير بمفاجأة، الكوتي يريد مفاجأة يا ولي، ها فاجئونا ها فاجئونا يا خرجوا فاجئونا هيا فاجئونا. عراوي هذاك سليم هذاك جباري هذاك فانيك عراوي راه جابوه وين الاتحاد تحقق عدد من المكاسب في صراعات مع الاتحادات الأوروبية من أجل استقطاب مواهب مغربية المتألقة في مختلف الدوريات الأوروبية. فبعد أيوب يعني الموهبة فريق إيدروبن والمهدي بوكمير لعاب فريق، كذلك نجح الاتحاد المغربي في اقناع سليم جباري احد لاعبي المواهب يعني الموهبتين في صفوف رديف اتلتيكو مدريد الاسباني منتخب يعني شوف الله يبارك انا عليه راهم عاجبيني المغاربه عليهم عاجبيني، يعني الناس داروا حطوا يعني كل واحد في المنصب تاعو، كل واحد في المنصب الحقيقي، ماشي نتايا عاود نهضرو بيناتنا، واحد تاع الحج خليه في الحج، راهو كسموه زبزاب تاع المقارون والسباغيتي واللحوم المجمدة خليه في اللحوم المجمدة، تجيب واحد تاع واحد ولد الميدان ولد الدومان، تضرب الحاج محمد راوراوا من 1976. هذا الكوتش هذا المشرف تاعكم ما كان زايد، كان يخدم في البولا، كان يقري لو دروا سبورتيف مع رئيس مع رئيس الفيفا إليكسون، مع رئيس الفيفا إليكسون في السبعينات، هذا المشرف ما كان زايد. بعد يجيب حطوا كل واحد في المنصب تاعو، انا شفت اصوات نسكت نسكت هاراوي راه لقجع ميجا ما خدمش بركان، كاع الناس كيف كيف خدم وطنه، وحنا جابو تاع بارادو ايوه
ما تنساوش عطونا جيم كومونتير وبارطاجيو لنا لي فيديو تاعنا، وديما معكم بجديد، واللي مشي ابوني معنا، وربي يحفظكم خاوتي وصحيتو.